شف اني اروح للسكن عشان ما اطبخ يا ولد صفر. طب خلاص هذا رجح العلبه. ليه 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 ما في دله؟ لا يوجد دله. هذا يطبخ دله ما فيه. نبي الشاي. بسوي شاي خلاص. هذا رجح، هذا رجح العزبه وهذا بروح اجيب خلاص تمام. عبد المجيد عبد المجيد السنا في ثوبه وصخو دلته. الله يا رجيل يا رجيل، شفت يوم اني سحبت هذه وانا صب القهوه كلها على ثوبي. ها طيب اسمع، رد رد على هذا البيت انا من نبي نكملها. يلا انا قلت عادل يا عادل حواء، عادل يا عادل تعال، عادل يا عادل حواء، عادل يا عادل تعال. ايه اسمع روح. عادل يا عادل تعال حول عندنا، تبغى لنا مرة تشاهي من دم، عادل يا عادل تعال حول، عادل يا عادل تعال حول يمنا، نبغى لنا برا تشاهي من تضم. والله عادل يا عادل لا تحول ضدنا، عادل يا عادل لا تحول ضدنا، تبغى لنا شايل لبيه. بس الزعيز يقول دخلاء على الانشاط. انه دخلاء على الانشاط؟ والله صدق يا زعيزي صدق. لو كان عندنا شوي يدك ايش فيها؟ ايش فيها؟ يدك لما توفى اكثر انه يعطونك جائزه اكثر واحد اكل هواء. اسمع الحقني ذا وانا اجري. شو تسوي انت؟ شو تسوي؟ ما انا ما في ولا ضلع ويدي. حال بيني وبين الباب وصدمت الخشب. انا مضبط الجلسه هنا، صدمت الخشب كتفي وطحت على الحديده في ذمتك. لك بتسوي هواء؟ تدخل من الاثنين ذولا؟ هم اثنين منكم. انا اللي جاي انا بضبط جلستي هنا ابق هواء. طيب تعال تعال يمكن تحطون جيتكم على جلستي. لا الرجل حدون يقول لا جلستك. هذه جلستي. هذه جلستي يا رجل. نبي جلسه وسوالف بالله. والله هذه ما هي بجلسه. انت ادري كيف تنتفنا. هذه اكل. السلام عليك. هايدي ترى لا سوينا شيء كان واحد منكم. انا ما عندي مشكله بس لا تنسبها. زين علومهم بعد بغى يخلعون كتفي قبل شوي. يا غلي عنك. تعال يا قلبي تعال. وعز عنك عزاء. وعز عنك. اسمع اسمع. هنا هنا الضربه. والله لو انكم عندنا انتظر. شوف ترحموني. بروح اجيب الزيت. انا اجري بالباب يا معترض قدامي وليد يا ري. ما ادري ايش اللي طرى علي. والف يمين كذا وادعم الحديده اللي تحت. دعمت الخشب وطحت على الحديد. طيب اسمع بجيب لك زيت. زيت بدا ادفي. ما له شغل. زيت زيتون. زيت زيتون. امرخ امرخ امرخ. والله مرخ. والله مرخ. دافي دافي. في دمتك. كدمه. اي كدمه كدمه. الله صدق. زيت زيتون دافي. هذا كله. لحول. اجي بجيب لك زيت زيتون ما اقري عليه. ترى الكدمه قشره. شفت بعض الكدمات؟ تراها قشره طول. ولا لا يا عادل؟ والله يا عيالنا انا اقول للعيال بنطلع. الله يستر. خلاص عبود المنتجع انا مشلول ولا كلمته؟ والله اني اعوذ بالله. لا بعيد الشر. يوم انا طايح كل يوم انا على اجر اكثر واحد مبسوط عادل الان. ليه؟ عشانك لاني بهجد من الريالتي وبياخذ يعني مكانك. لا لا عادل استكفى يا مجيد بالصدق. ابيك يا تكسره يا تسيب. ابشر بس ابيه يطيح. ابشر بس خلال فتره اللي انا طايح فيها. ترى يمكن يحركك فات شوي. انا بعد اكمل عليك. شير والله بعد خليك لا تسمع. فهد الان امورنا طايبه، لكن كيف تبوني اشتغل ما معي لا ولا علاقه داحه لا كبريت؟ خذ خذ راسي. راسك جعل راسك في الجنه. ليه بس قداح؟ ايش بغيت اموت ضحك؟ بغيت اموت. ايش رايك الزايزي؟ شلون صدمتي بجدار الضحك؟ اي والله لفيت كذا ما ادري شو اللي صار معي. بلاش اجيك يسلم راسك. وشلون ما اجيك يا رجل؟ ما في اسر منتجه فيها عند جيبي معمول شيء؟ ما ادري والله. والله انا يومين ما عينا الاسر المنتجه. امس عينا حلا. باقي حلا الجمعه اخر مره شفتها. ما اجلس يومين ورا بعض وانا ماني مصخى. ما علي ما علي ابو حسن. اكسب اكسب اجر لان تعرف الانسان ذنوب وخطايا. ابو حسن اجر اجر ان شاء الله باذن الله. انك كم واحد يتمنى يكون مكانك ذا؟ اكيد صبر على الابتلاء. يا اجر يمشي شغال. دق 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 ما شاء الله.
والله ارتواج دام هو بأجر استغفر الله العظيم. والله كل ما تقول جاك اجر كل ما اقول ايش؟ تألم هذا ارتواج تقول واحدة في حرارة داخلية هو في المرتاح يا عيال من اللي هو ما كنت توقعته ترى من اللي اذا تعب يون هذا في ناس اذا تعبوا يونون يون تدري متى لا رقد يا ولد انت على بالك واحد لا رقد ومتألم البارح انا بروح مع راشد يا عيال شفتوا الكشخة كلكم هذا يشاخر واحمد الفراق يشاخر شفتوها كلكم الكشخة انا اذا تعبت مره اي مره حتى لما نقيل الظهر حلو بس شفتوها بس اقلب الكاب شفتوها مره ها قلبت الكاب بسرعه بالله قول لي شفتوها شفتوها خلاص 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 ابشر والله بسعدك بس بس في باب منه طلع الشارع العام ايه اجل فهد طلع معاه لين ارسلته ولا جاء اي راح ها بس فهد بو 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 وعلامة واحد ضغط في المزل المزل والله اني تعب جايك سحابة انت واحد ايه موجود هنا جايك سحابة فهد فيها على طول والله عادي ترى من تالي نسوي فيها بس ابشر تبي تجيبها احسن عشان تزلها كذا طالع تم تم وش تبي ايش تبي قومني ازي زلتها اجمل زلة بابا انا والله هو اللي يدحضر لحاله ايش فيك ايش يوم القيامة هو اللي يدحضر لحاله تكفى لا تمسك كتفي لمن خلاص انا كمسك شوي عليه بس ترى ما عنده ترى ما في حمول خلنا ندق على الاسعاف تكفى بسم الله عليه بسم الله تكفى ندق على الاسعاف لا نذر خليني اوديك طيب وين توديني عند الاسعاف حسون ابو حسون بشويش يا ولد خليني اوديك المستشفى مو بكسر يا اخي لو انه كسر كان ما تروح الا بكسر ها ما تروح الا بكسر اكيد كفو بيض الله وجهك يا بالي الريجيل عيال الريجيل هلا يحطوا الريجيل فوق بعض سبحان الله كل قوي اقوى منه في اقوى منه شوف انت مذيل اركض اركض شغلتني البارح وذا الحين المشكله ما اعرف احذف باليسرى لا باقي تبي حتى وانت مكسور قل لا اله الا الله انا بوقف شوف انا ماني متحرك ها انت حددني وين توا انا ماني متحرك قول بسيده ماني متحرك يسار سيده انا ماني متحرك وليد انا ماني متحرك ترى يسار شوي ترى عندي العكس خربان يعني احيانا اشتري اليمين احذف سيده مباشره شوف يا ولد استهدي بالله وش المزح وش المزح تخيل لو سقعت تخيل لو سقعت ثاني شيء لا بس شوي بس الحاجب تخيل لو صدق سقعت انت بتاكل يا اخوي حرام عليك ما عندنا غير الدولي عيال قهوه انا قنص يا اخوي ايش